عودوا إلى الموضوع الثاني وهو المحاماة. هناك أشياء كثيرة سكتت عنها. مهنة المحاماة أجرينا الامتحان وقيل كلام كثير لم أرد عليه، الآن سأرد عليه. فيما يخص الطالب الذي قال بأنه اجتاز الامتحان ونجح طالب آخر مكانه، هذه ورقة امتحاني وهذا توقيعه، ووجدنا أنه تسجل مرتين، مرة برقمه رقم البطاقة الوطنية، والمرة الثانية لأن الآلة أو الكمبيوتر لا يمكنه أن يسجله بنفس الرقم البطاقة الوطنية، فغير من رقم البطاقة الوطنية أحد الحروف وتسجل مرة ثانية، وله ملفين. وحينما أدركنا ذلك توقفنا إحداهما وتركناه يجتاز الرقم، والرقم الذي ادعاه هو رقم الطلب، لأن بعد رقم الطلب تتم دراسة الملفات ثم يفتح بعد ذلك استدعاء الطالب برقم آخر، وهو استغل هذا الرقم ليقول بأنه حرم من النجاح لفائدة الشخص الآخر لم يجتاز الامتحان، بينما الذي اجتاز الامتحان هذا رقمه، هذه ورقته، وهذا رقمه، وهذا محضر الذي مر فيه الامتحان ووقع فيه الطالب الذي نجح. الآن هناك تصريحين لهذا الطالب وزور في البطاقة الوطنية، ثانيا أدلى بتصريحات تمس بموظفي وزارة العدل. سنحيل الموضوع على النيابة العامة ونتركها تتخذ القرار الذي تراه مناسبا. ما دامت الأمور وصلنا إلى هذه الدرجة فسنحيل الملف على النيابة العامة ونرى إذا ويتأكدنا هل زور في بطاقته الوطنية ليحصل على تسجيلين أم أن تصريحه كان صحيحا، وإذا كان صحيحا نتأكد من ذلك. فقال الوثائق التي نملكها، هناك وثيقة موقع فيها من طرفه، والطالب الذي نجح وقع في الوثيقة التي كان حاضر فيها، والطلبة الذين كانوا جالسون قربه تأكدنا منهم كلهم، وكما تأكدنا بأن اسمه جاء في لائحة الطلبة الذين كانوا بجانبه. لذلك سنفتح هذا الموضوع.